مرحبا، اسمي عبد الله نسور من الجامعة الهاشمية. من خلال برنامج أمواج فرح قمنا بإعداد مشروع الريموت الذكي الذي يتحكم بأجهزة البيت والإنارة في الداخل والخارج وجهاز الإنذار في حالات الطوارئ. ويستهدف الجهاز بشكل خاص الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ولتنبيه الآخرين لمساعدتهم في حالة الطوارئ. Through أمواج فرح program, we prepared the smart remote project, which controls the house equipments, indoor and outdoor lighting. And also can be used as an alarm system in case of emergency. مرحبا، أنا إلهام الشخاترة من الجامعة الهاشمية. كنت بواجه كثير صعوبات قبل استخدام الريموت الذكي، مثل الكونديشن، الريسيفر. مع الريموت الذكي وفر كثير شغلات علي، ومنها قدرت أتحكم في جميع الأجهزة الموجودة في المنزل عن طريق جهاز واحد اللي هو الريموت الذكي. وبنصح جميع ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الريموت الذكي لأنه كثير بيوفر جهد ووقت.